في واقعة تثير قلق السكان المحليين وتهدد السلة الغذائية في الأنبار، بدأت الخنازير البرية بمهاجمة محصولي البطاطا والذرة الصفراء هنا في قرية بزيبز. مئات الدونمات التالفة وخسائر بملايين الدنانير لم تكن في معادلة المزارعين. سببت لنا خسائر كبيرة بالمزروعات، مع العلم أن هذه المنطقة تعتبر السلة الغذائية للمحافظة. الخنزير ما يخلي شيء، لا حنطة ولا إدرة ولا جت ولا كل شيء، زائد أنت حاط سماد وكارب وتعبان وكلها تروح أكل الخنزير ويخليك. يتحدث مزارعون عن خروج عشرات الخنازير ليلا من الجزر الزراعية أو ما تسمى محليا بالحويجة لتنال بعبثيتها من السواقية والمزروعات، توقيت يختاره المخربون في غفلة من أعين الفلاحين. قمنا نتخوف من هاي الخنازير جاي تطلع من هذا النهر، والسبب أضرار إلنا، يعني لا نقدر حتى بالليل يعني نجي يعني نحامي الزرع، يعني سبب مشاكل يعني إلنا، واللي عنده إمكانية يقدر يعني بهذا السيم يعني يحمي الزرع ما تول ما عنده، لا والله تأذى وإحنا صارفين عليه يعني هواية. يعني يقول مختصون في الزراعة إنه من الممكن مواجهة هذا التهديد من خلال حزمة تدابير وإجراءات تسهم في الحد من تأثير الخنازير البرية على المحاصيل، معللين زيادة أعدادها وانتشارها إلى تغيرات في بيئتها الطبيعية تتمثل بنقص الغذاء في مواقعها الأصلية. تخرج في هذه الأوقات لأن الموسم حار جداً، فتخرج بحثاً عن الطعام وعن المياه. هناك بعض التدابير من أهمها القتل المباشر عن طريق العيارات النارية، ومن خلال وضع أسيجة مكهربة حول الحقول، أو استخدام المبيدات والسموم، ومن أهمها السانتكلين والأجرينيت والليمنت والأورستوب. مصدر قلق جديد يقف عائقا أمام المزارعين إلى جانب التغير المناخي وشح المياه. مشكلة الخنازير البرية تتطلب تعاونا وجهودا مشتركة بين الحكومة المحلية والمزارعين والخبراء البيئيين للحفاظ على استدامة الزراعة وديمومة السلة الغذائية. من الأنبار أحمد فلاح، قناة التغيير.